وانخرط البلدان جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية في تطوير علاقاتهما بناء على إيمانهما بالتعاون جنوب-جنوب وبالشراكة المربحة للطرفين، وخصوصا أنهما معا يؤمنان بأهمية إفريقيا وبأهمية التنسيق فيما بينهما في سياستهما الإفريقية. ومن هنا عرفت العلاقات بين البلدين دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة بفضل شراكة استثنائية وشاملة تغطي العديد من الميادين والمجالات. وأريد هنا أن أنوه بجهود الصين الشعبية في دعم شعوب العالم في مواجهة جائحة كوفيد-19 من حيث مدها بالأدوية واللقاحات وبالعديد من المواد الضرورية الأخرى. وأريد أن أنوه بالتعاون الصيني المغربي في هذا المجال، وشكراً لصعب الصين ولقيادة الصين على توقيع اتفاقيات لمد المغرب باللقاحات ضد كوفيد-19